تونس 3000 سنة حضارة. إيفام أحلى راديو، مساء النور، عسلامة، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد من 3000 سنة حضارة، الموعد اليومي للغوص في تاريخ بلادنا. دكتور محمد حسين فنطر، مساء النور. أهلا وسهلا بك وبالمستمعات والمستمعين والمشاهدات. أكمل هنا عادة دكتور، عودنا بك تقول لنا كاملة جملة. مرحبا بك دكتور حسين فنطر، سعداء جدا كالعادة ترافقنا وتنفعنا خاصة بعلمك وبدراساتك. قبل ما نرجع القفصة ونحكي حكينا بما فيه الكفاية، فسرنا التاريخ ما قبل التاريخ، التسمية، هذه كل نقاط أشرنا لها، قفصة في العهد في العصور الحجرية، الإخكابسين، هذا كل حكيناه. طيب شو ندخل شوية لقفصة الرومانية، قفصة العربية في حلقات قادمة. ما اليوم يعني سأبدأ مما أنهيت في الحلقة الفارطة، يعني قفصة كان نحسبه بحساب سنوات هي الأقدم من أقدم المدن في تونس، وكانت نجم تكون عاصمة لليوم. من اللي يغيش كون يجي يختار المدينة هذه عاصمة ويبدل العاصمة من بلاصة هذه البلاصة هذه؟ وهل تغيرت العواصم في تاريخ تونس برشا؟ يعني كانت ما عارفش أنا، كانت الكيف ومن بعد ولات بنزرت ومن بعد ولات مدنين وولات تونس، وإلا من أولها كارتاج هيك العاصمة لا، هو الواقع هنا الأشياء هذه هي ظروف تفرض روحها. مثلا كانت في الأول قرطاج في بلادنا في تونس، ثم شاءت الظروف أن تكون القيروان كعاصمة إسلامية طبعا، فهمت؟ ثم شاءت الظروف أن تكون المهدية دولة الفاطمية، فاطمية. ثم شاءت الظروف أن تكون تونس، رجعت مع الحفصيين تونس منها اللي هي ماشي قرطاج، على كل حال منها تونس العاصمة، يعني تونس العاصمة، فهمت؟ فهذه هي كلها تحكم فيها إنسان، وهو التاريخ زواج بين المحيط والإنسان، فذلك الزواج ينجب أشياء مادية وأشياء غير مادية، فمنها دور المؤرخ هو منها رصد الأشياء التي تلتقي وتنجب، فمنها الأحداث كلها هي إنجاب من لقاءات مختلفة. ينبغي علينا أن نفهم شنية شكون جاب، علاش جات جاو للمهدية، أو علاش جاو لقرطاج، شنية أسباب تلقاها. أما أسباب كما نقولوا ما يسمونه الآن جيوستراتيجية، اقتصادية، أنها أرض خصبة أو فيها عين ماء أو قريبة للبحر، كانوا يتجروا برشا البحر، كل من هالظروف المختلفة، من هو الواقع كل شيء عنده كما قال الشاعر لكل شيء إذا فكرت أسبابه، فليس بدون قرع يفتح الباب، فهمت؟ فالمؤرخ هو هذاك، هو يلوجك الأسباب ويقرأ الباب باش نجم ربما يرى باش يشوف في الأخر. كما عارفش القولة هي صحيحة مش صحيحة، طيب أخو رايك فيها في الأخر، حتى التاريخ يكتب المنتصر، اللي يربح يمالس كما نقولوا احنا على كيفه، يحب يحط هذه يحط هذه، صحيح هذا، ولكن المؤرخ هو ايضا معرض الى النقد. تو مثلا احنا في مخص تاريخ قرطاج ما خلاونا شيء الرومان، كل شيء يعجب نحوه وخلاوش حب يخليه، بقى المؤرخين اليوم اصبحت لهم من الامكانيات باش يلقى ثغرات، فكل كما نقولوا احنا الصوره اللي قدمها العدو لمن كان عدوه، فالصوره كي يبحث فيها المؤرخ ويحاول يلا ترى منسقه مش منسقه، نقولوا احنا توا مركبه ولا مناها طبيعيه. فهالاشياء هذه كلها يدخل النقد ويدخل الفكر وكل لقاءات بين الاشياء، ومنها كثير من المعطيات التي تجعلنا قادرين على تفكيك الصورة وإعادة تركيبتها. هذه مش هنا، لازم تكون هنا، فهمتني؟ وهذا هو الواقع، تكوين المؤرخ وتكوين مش فقط في التاريخ، في كل البحوث نفس الشيء، في صحافي اللي ينظر إلى مقال كتب على مجلة من المجلات أو في جريدة من الجرائد، يعرف هل ترى هذا صحيح هذا مش صحيح، مركب مش مركب، له يتكون عنده تكوين
يهيئه باش يرى ما لا يراه الآخر. خلينا نرجع توا القفصه باه. نعم. عملنا مقدمه شويه في المفاهيم التاريخيه وكتابه التاريخ. نرجع القفصه تقريبا 120 118 117 قبل الميلاد دخلت الحضاره الرومانيه قفصه. يعني هل كان دخول سهل؟ لماذا اهتم الرومان بقفصه؟ ما الذي انجزه الرومان بقفصه؟ هل تم اعتمادها كمدينه اساسيه؟ يعني اخذت النظام الروماني البلدي وغيره، والا مدينه تم التعامل معها مدينة هكا بعيدة على البحر؟ أنه في الأخر حتى عند ذهن التونسي يقول لك الروماني يهتموا أكثر بالمدن، والفينيقيين يهتموا أكثر بالمدن اللي على الساحل، يعني خاطر هما تجار ويحبوا البحر. إيش مهزهم القفصة في الأخر؟ القفصة كانت ما ننساوش اللي هي أيضا عاصمة من عاصمة الملك يوغرطا. هو احنا نقول يوغرطا، ما الناس يقولوا يوغرطا، جوغرطا جوغرطا. هذا هو تقريبا احسن مع المشكله نتاعنا انه ما قيناش الاسم مكتوب بالحروف الفينيقيه او حروف غير الحروف اللاتينيه. وتعرف ان منها جرس اللغه اللاتينيه ما يتمشاش ديما مع جرس اللغات الساميه. العين مش موجوده مثلا في اللغات اللاتينيه، فكيف منها الكاف والقاف، القاف مش موجود صحيح في اللغات اللاتينية، لكن يلزم إنسان يلقى اسم مكتوب بالحروف هذه يحاول كيفاش كان ينطق. والعدو المسيطر هو العدو، مش منها عدو، بقول تغلب عليه، تغلب على الدولة الفلانية، يكتب كيما يحب هو. شكون نحكي وإحنا توا؟ المنتصر يكتب التاريخ. أيوه أنت يكتب كيما يحب هو، لكن المؤرخ يحاول ينظر، والمؤرخ ينتمي إلى فئة، إلى وطن، إلى حضارة. وتو احنا مثلا كما نقولوا احنا وفرنسا ورثنا الزوز الحضارة اللاتينية الرومانية. هما مهمش رومان، هما جليون غولوا، فهمت؟ واحنا منا كما نقولوا أفارقة بربر. حسب التعبير الآني، وأمازيغي كما يقولوا. فهم نظرا لظروفهم، ظروف مختلفة، شيء اختاروه وشيء من فرض عليهم، أصبحوا منهم يتمشاوا مع الرومان، ولو يعتبروا رواحهم أقرب للرومان ونساوا أصولهم الجلية. توا قاعدين يرجعوا لهم على كل حال أيضا، ولكن باقي يشعروا بأنهم ينموا إلى العالم الروماني، وعلى خاطر أوروبا كلها تنتمي إلى هذه إلى من الحضارة الإغريقية الرومانية باعتبارها هي تاو السائدة. ونساو إلا أنه راهي البلدان الشرقية هذه اللي هي تاو ضعيفة ومهللة وكذا، راهي هي أم الحضارة، والحضارة الرومانية تعتبر شيء بسيط أمام المعجزات اللي منها نفذوها ناس في العراق القديم وفي مصر في اليمن وغيرها. إذن هذايا زاد ايش عملوا؟ زادوا نساونا في هذاك، وقالوا لنا دخلونا لمخاخنا راكم انتوما عرب، والعرب ما عندهمش كيما نقولوا احنا في الجزيره العربيه ما عدا اليمن، فماش كيما نقولوا بعد كبير تاريخي ووزن وثقل تاريخي وحضاري. ناس بدو، فبقينا معناها نساونا في تاريخنا، في أعماق تاريخنا، ونساونا وأصبحنا أحنا بأنفسنا ما نعتبروش أك التراث هذاك. خذوه حطوه في متاحف نتاعهم، قرأوه، استفادوا منه، وبناوا الجديد من ذلك القديم، فهمت؟ وبذلك القديم صنعوا الجديد. وإحنا قاعدنا نتفرجوا، قالنا راك أنتم عرب، خطيكم مش خطيكم، انا لو ما ينفع ما عندكم شيء، ما انت وصدقنا الواقع، وصدقنا احنا للقصه. اجدادنا مسؤولون على هذا ايضا، لانه ايضا كانت القطيعه ما بين العروبه وما قبلها، تلك القطيعه نساونا. قرطاج ما اهتموش بها، ما تلقاش كما يقولوا في الكتب القديمه دراسات ذات قيمه
حول الحضارات القديمة في العراق مثلا أو حتى مصر هي ما جديد الحركة التي قادت تتكون الآن والاهتمام بالحضارة المصرية القديمة جديدة كانت قبل ما مهملة تماما وحتى وين جاء بونابارتو وبدأت أوروبا تز في الكنوز استعمل فكل الكنوز التي كانت وما زالت في مصر فمشكلنا مشكل أنه أصبحنا نساونا في رواحنا ما نعرفوش شكوننا احنا. خلينا نرجع لك لسؤالي دونك نعم. انت حكيت لنا على يوغورتا دونك نحب نفهم انا سر اهتمام الرومان بمدينه قفص علاش مشاو يعني استقروا الغادي عاش هل ما استقروش قفصه كانت عاصمه من عواصم يوغورتا يوغورتا تمرد على الرومان كان جدو ماسينيسا جدو كان كما يقولوا في محاولة استرجاع مملكته إلا فكت هالو تمام أحيانا قرطاج مال للرومان اعتبار أنه منها ربما يسترجع المملكة متاعه تحالف يعني استراتيجي نقولوا تحالف استراتيجي خاسر أهم حاجة أيوة. فهمتني أيوة. لأنه الواقع هو ملاها غتر كيش غتر إذا كان يظن بشي ترجع لمملكته كانت الحرب بين قرطاج وروما انتصرت روما أيوة. على حنبعل وحنبعل خطر خانوه سيبوه منها طيشوه من البحر وقالوا له ما نشهنا حتى وين غرق ومشى هذا يزال أيضا يلزم وقت ويلزم حديث كبير طويل والله ما نجمش نتعدى عليه هكا سمحني أنه نجيب حديث من حديث يعني مع كل ما نحكيه من حنبعل تقول لي خانوه يعني اليوم شأن أبينا حتى لشبابنا ولصغارنا كان فما طريقة باش نحبوهم باش يرجعوا يحلوا كتاب تاريخ ويحكيوا سيعبر ثنية حنبعل لأنه الاسم ترسخ واليوم نلقاو حتى وليدات صغار يسميهم حنا بعد وبعد انت جيت ترمي لي كلمه هكا في البرنامج تحبني ما نسكن خانوه لوحوه في الماء وخانوه واستعملت كلمه خانوه نعم يعني في التاريخ تمت خيانه البطل تمت خيانه البطل من ذويه هو كان وطني وابوه هزوا لاسبانيا وكونوا في اسبانيا وخرج حتى لمحاربة الرومان من إسبانيا ما خرجش من قرطاج ولا من تونس على خطر هو كان بعيد لكن شعر بأن روما خطر كبير على قرطاج كيفاش باش نصلحوا الوضع هذايا قال احنا راهو يلزمنا نخرجوا من بوتقة المدينة الدولة راهي ضويقة ما معناها مدينة الدولة أحب أقول الدولة بكلها ما تعترف بالمواطنين إلا من سكان مدينة قرطاج على خارج قرطاج ماهوش قرطاجي أصبحت وروما تفتحت في إيطاليا وبدأت معناها تجلب فك الشعوب الإيطالية اللي بحذاها وعطاتهم وجعلتهم أيضا مواطنين رومان أعطتهم الحقوق المدنية حقوق المدنية والحقوق السياسية وكل الحقوق فهمت قرطاج قالت لا ما نعطيش رأسها صحيح قرطاج فقال راهو باش نغرقوا شنية كاش ظهر هو لغة أنه روما كانت على أنها وسعت الرقعة نتاعها للمواطنين أصبحت قادرة على تكوين جيش وطني أي وقرطاج كان دائما تتعول على المرتزقة والذي يعول على المرتزقة لا 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 كما نقول احنا امل له في البقاء واضح شكرا لك نوصل نهاية هذا العدد الجديد من 3000 سنه حضاره ما زلنا باش نرجعوا لقفصه في الحلقه الجايه لنتحدث اكثر عن الاثار الرومانيه ولما فماش ما اشهر تلم المسابح اللي موجوده في قفصه والاثار الروماني موجود في المنطقه هذه ان شاء الله في حلقه قادمه ديما مع الدكتور محمد حسين فانتر شكرا لك دكتور انا حسين بلوي نسلم عليكم تقابلوا ان شاء الله في حلقه جايه من 3000 سنه حضاره تونس 3000 سنة حضارة